السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SB Line dot design ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، ده هيبقى موجود جوه البرامج اللي بتعمل ال 3D. تمام، تقول له مثلا انا عايز تكريت لي كذا، يبدأ ان هو يكريت لك. والله طب انا عايزك تغير الشكل ده، يغيره لي، اعمل لي كور كتيرة وخليهم يتحركوا بحركات عشوائية. تمام، زي الميد جورني كده لما بتكتب بيعمل لك صور، لا هنا بقى بيعمل لك موديل ويغير لك فيهم. طب احذفهم لي، طب حط لي كاميرا، طب غير لي كاميرا. مجرد ان انت بتكتب رسالة نصية هو ينفذ لك الحاجات دي، كأنك انت قاعد جنب حد وبتقول له لا انا عايزك تعمل لي كذا، فهو اوتوماتيك بيروح يعمل لك. طب حرك لي كذا، طب حط لي العربية وخليها تتحرك بشكل فلاني. كل اللي انت بتحلم بيه هو بيعمله لك. يعني حاجة مذهلة ان الذكاء الاصطناعي هيبقى موجود جوه البلندر وجوه الماكس وجوه البرامج دي كلها. انا عايز مثلا كيوب المسافه بينهم كذا، وهو يبدا يحطهم لك على طول. اعمل لي موديفاي، اعمل لي عشوائي. تمام، يا ريت تعملها لي كمان بالعربي يبقى ممتاز. تمام، حط لي قوانين للفيزياء، مثلا في جاذبيه فيبدا ان هو يعمل لك الجاذبيه. طب الغير الجاذبيه، طب خليهم لي يطيروا. طب خلهم، يعني ساعات الواحد بيبقى في دماغه عايز يعمل حاجه معينه، بس يعني بيحاول يشوف ايه التولز اللي ممكن يستخدمها عشان يوصل لكده. لا انت مش محتاج تولز، خلاص. تمام، يعني مستقبل مبهر ان شاء الله.